فنان سعيد صلاح، في أعمال معينة لحضرتك بمناسبة إن حضرتك بتحب تحتفظ بشغلك كله، ما سجلتهاش أو ما احتفظتش بشرايطها؟ في اعمال عملتها في المسرح بس ما صورناهاش، مش ما سجلناها، ما صورناش من اصله، ما اتصورتش حتى ما اتصورتش. تلفزيون؟ لا يعني اعمال كتيره جدا، زي ايه حضرتك؟ زي بعد المشاغبين عملنا قصه الحي الغربي واولادنا في لندن وكباريه ولعبه اسمها الفلوس، كل دولت ما تصوروش. انما احنا بنحاول نعمل في يعني بنعمل مهرجان للروايات اللي ما اتصورتش دي، وهنصورها يعني نفس الروايات اللي حضرتك نفس بتقول الرواية. عليها بس هتتصور ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طب ده كويس. الشريط الجاي بقى اللي هنشوفه مع حضرتك ايه؟ في لما انا عملت فرقه، فكانت الروايه اللي كان اسمها كعب حلون، خدت المجموعه بتاعتي وسافرنا، رحنا بيت الف بيها من ضمن البلاد اللي لفيت بيها، رحت اسوان فعرضتها في اسوان، فخدنا القطر، القطر قام بينا 7:30، وصلنا 7:30 بالليل، وصلنا 12:30 الظهر. نشوفه مع حضرتك. دي الرحله بتاعت اسوان. دي رحله اسوان. يا راجل استاذ سعيد صالح، واضح ان الشرايط كلها لحضرتك محتفظ بيها لشغلك او لحضرتك انت. بتفكر ممكن تسجل مثلا فيلم يبقى عاجبك، ممكن تسجل مسرحيه تبقى عاجبك، بس مش لسعيد صالح؟ كتير كتير قوي قوي. ممكن تسجل لمين شغل؟ ممكن اسجل لعادل امام، ممكن اسجل للممثلين العالميين زي الباتشينو، اقعد اتفرج على افلامه على طول، او مارلون براندو، او الافلام الاستعراضيه القديمه، ممكن اقعد اتفرج اجيب شريط بتاع صوت الموسيقى ده اتفرج عليه 3 4 مرات ورا بعضها، او اجيب الفيلم بتاع الاقزام السبع ده اشوف في حاجات افلام، وافلام الكرتون بقى هتجنن فيها. حضرتك تحب افلام الكرتون؟ جدا يعني جدا. طب الشريط اللي هنشوفه مع حضرتك دلوقتي، في فيلم مش موجود في التلفزيون متهيألي اسمه أشياء ضد القانون، ده كان الأستاذ محمود ياسين والمرحوم عماد حمدي والسيدة مديح كامل، بس إخراج مين؟ ده إخراج الله يرحمه أحمد ياسين. أحمد ياسين. ده بقى له قد إيه؟ يعني مش فاكر؟ يعني حوالي مثلا يعني حوالي 10 سنين أظن، أفتكر مش عارف. 10 سنين. ذكريات حضرتك إيه مع أشياء ضد القانون؟ هو الدور كان كنت خايف منه، او مش خايف، كان دور مش على غير طبيعتي، وبس انا جات لي فتره كده في السينما لقيت في ادوار كل اللي يعملوها اللي يعملوا الادوار دي ماتوا،
يعني فجأة لقينا مفيش الكاركترات الجامدة الجميلة زي زكي رستم وستيفان روستي وفتحي القصري والكاركترات اللي كانت في السينما اللي كانت أحيت السينما المصرية وقف جنبها بصدق يعني مش موجودة. فأنا جات لي فترة قالوا لي تعمل أدوار كوميديان، كانت أدوار بايخة اللي كنت بعمل، فقلت لا هعمل أدوار الكاركترات دي، وكان فيها ضمنها مجموعة أدوار شر، فقلت أجرب نفسي. دي بداية المرحلة؟ تقريبا. وفعلا بعد كده يعني أنا استغربت المخرج بعت لي في الدور ده، وبعدين لقيتها فرصة بالنسبة لي إن أنا يحصل في تغيير. أحصل لي، فانبسطت أوي، لقيتها فرصة كويسة. طب نشوفه مع حضرتك. خليكوا شاهدين يا جدعان، البنت تربيتي بقى لها سعر والناس بتجري وراها. طب وحياتك تصدق بإيه؟ البنت دي ما كانتش تسوى نتلة قبل ما وضبها ولا حلاحة. أنا عايز أعرف هي فين دلوقتي؟ خدها الغراب وطار. ده جنسك إيه؟ مخلوق من إيه؟ مش بني آدم؟ لا بني مزار.